العملية السياسية الموجودة الآن في فترة النزاع أو ما بعد النزاع في فترة ما بعد الثورات هي عملية سياسية إقصائية، ولكن كما في تحديات في فرص، وهذه الفرص خلقتها أساساً اللحظة التاريخية الفارقة لثورات الربيع العربي اللي بالإنجليزية دائماً أقول خلقت فينا irreversible empowerment، تمكين لا عودة أو رجعة عنه. بشكل عام للمرأة دور كبير في صنع الدساتير. المرأة هي نصف المجتمع، المرأة هي شريكة في صنع القرار، وبالتالي لابد أن تكون متواجدة. هي أدرى بمشاكلها، هي أدرى بوضعيتها، هي أدرى بمعاناتها، هي أدرى ربما بالمشاكل التي يجب أن تسن قوانين يقع تنزيل الدستور فيها، لأنه هو دستور قيم عامة، ويقع تنزيل الدستور على مستوى قوانين، أي أنه كما قلنا بما أن المرأة هي نصف المجتمع فهي النصف كذلك المفكر الآخر إلى جانب الرجل في صناعة القرارات وفي صنع القرارات وفي صنع التواريخ وفي صنع المستقبل كذلك، لأنه إحنا إذا لم نكتب دستور اليوم هو مش للسنة الحالية إنما هو لأجيال المقبلة، أي أنه نظرتنا هذا إلى جانب ربما الحكمة التوافقية التي تجعلنا نلتقي في مناطق الالتقاء، لا نتنافر ولكن نريد أن نتقارب. هو صحيح أن الدستور التونسي ينص كذلك على المساواة بين المرأة والرجل، ينص على ضرورة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، ينص على أنه ضرورة أن تسعى الدولة إلى إيجاد هذا التكافؤ بين المرأة والرجل، ولكن مع التحسن النسبي في نسبة تواجد المرأة في مواقع القرار فما تحسن نسبي، لأنه كنا دائما في وزيرة أو وزيرتين، في الحكومة الحالية لدينا 3 وزيرات و5 كتاب دولة، أي أنه فما تحسن، فما شعور بمسؤولية تشريك المرأة، ولكن ما زالت لم تصل إلى الحد المطلوب في التعيينات على رئاسة المؤسسات في مواقع القرار، في أي أنه ما زلنا لم نرى تسميات نسائية كبيرة. لذلك نقول هنا لابد من اليقظة، لأن الدستور هو قيمة عامة، ولكن في تنزيلها وفي تفصيلها لابد من اليقظة، لابد من مواصلة النضال العنصر النسائي، لابد من الانفتاح على القوانين والقيم الدولية لحقوق الإنسان والتي تجعله كذلك من المرأة هي نصف المجتمع ولها لديها ما للرجل من حقوق وواجبات، أي أنه ما زال العمل، ما زلنا ما وصلناش إلى مرحلة أن نقول أنه صحيح لدينا مكتسبات نحافظ عليها ولكن نسعى إلى تطويرها. التحديات الكبرى هي ربما كانت الحملات التي تقام ضد النسوة، هذا جانب كبير جدا وهو الجانب ربما الذي يترك العديد من النساء يتراجعن إلى الخلف ولا يتقدمن في أي مسؤوليات أو أي انتخابات، لأنه ثم حملات أو هجمات شرسة كبيرة، وكما تعلمون في عالمنا الهجمات تؤثر على المحيط الأصغير والكبير للمرأة، وهذا ربما ما جعل المرأة تختفي ربما أو تريد الاختفاء على الأنظار. ربما احنا عندما ترشحنا وانا كنت رئيسة قائمة واجهنا العديد من الصعوبات، اول تحدي هو مواجهة الناخ او مواجهة الشارع، كنا نقوم باجتماعات في الساحات العامة، نقوم باجتماعات في اماكن عامة، نتواصل بوخت ا بوخت، معناها ندق على الابواب ونستمع الى الاراء الاخرى، نزور المحلات العمومية، اي هذا ربما شجعنا وشجع اخريات فيما بعد إلى الدخول في الشأن العام، أي كنا ربما نؤدي واجبنا ونعبر على رأينا ولكن دون الالتفات إلى التهجمات الشرسة التي كانت تقام علينا، كنا نستفيد من الانتقادات ولكن نترك جانبا التهجمات، وعلى هذا الأساس استطعنا أن نتمكن واستطعنا أن نكون فاعلات، استطعنا كذلك أن نخالف التيار السائد. ربما أنا كنت في مجموعة قد أعبر داخل المجموعة على المعارضة الداخلية، أنا أسميها زيادة إلى المعارضة الخارجية، أي أنه على المرأة أنها تتحدى، ربما لأنه في بعض الأحيان المرأة تخاف
أن تصارح برأي ليس هو الرأي السائد.